البروتين النباتي هل يقدر يدخل لي احتياجات الجسم بتاعتي يا شيرين؟ ينفع بس بالميكس ما بينهم، لان اخلط بينهم، اخلط بينهم، لان كل حاجه من البروتين النباتي هيبقى فيه بعض الاحماض الامينيه الاساسيه ويكملها انواع تانية. حلو، ادينا بقى الخلطه. مبدئيا البروتين الحيواني بالنسبه لنا النباتي بيكون ما بين البقوليات او البذور او الحبوب. تمام. بقوليات زي ايه؟ حاجه زي الفول السوداني ده من البقول، حاجه زي حمص الشام ده من البقول، العدس، وطبعا خصوصا العدس بتاعنا الاصيل مثل بتاع الكشري اللي هو العدس البني اللي هو مش الاصفر ده فيه نسبه بروتين عاليه جدا جدا. تمام. كذلك المكسرات، بس طبعا احنا بنقول عليها في الاخر عشان الظروف بتاع عشان اسعارها. يبقى ده الشق بتاع البقوليات. حتى البسله، وناس كثيره معتقده ان البسله هي اي نعم فيها جزء كربوهيدرات ومن الخضار وبنسميها الخضروات النشويه، ولكن فيها نسبه بروتين محترمه، وناس كثيره بتدخلها على فكره في اكلاتها بما فيها حتى البشاميل، فبتديني قيمه غذائيه عاليه وبرضه في نفس الوقت التكلفه الماديه بتاعتها بتبقى اقل. يبقى ده الشق اللي هو بتاع البقوليات. عندنا البذور، البذور زي ايه؟ حاجه اتكلمنا عليها كتير زي الشوفان، واتكلمنا على الشيا، واتكلمنا على الكنوا. الكنوا سيتس، وخصوصا اللي هي الكنوا اللي هي الحمراء، احنا عندنا الكنوا الحاجات دي غاليه؟ لا مش غاليه، يعني احنا مثلا بنتكلم الكنوا حوالي النص كيلو بتاعها ممكن تكون في حدود 30 جنيه وتقعد معايا استخدام شهر. انا محتاج منها في اليوم متوسط معلقتين ثلاثه مش اكتر، تتحط على السلطه، تتحط على الزبادي، بتنفع تتحط على الخضار وهو بيطبخ، او تتحط على الشوربه وهي بتطبخ، وفيها نسبه بروتين محترمه جدا وقيمه غذائيه عاليه. وبرده زي ما احنا اتفقنا ان ميزه كمان اللي هي الالياف او الحبوب، الحبوب الكامله غنيه بالالياف، وكلمه الياف معناها صحه جهاز هضمي افضل، معناها بكتيريا حركه امعاء افضل، ما فيش امساك، معناها البكتيريا الحيويه اللي هي بتساعد على تحفيز المناعه وتحسينها وتحسين الصحه العامه، وكمان امتصاص فيتامينات ومعادن مهمه من خلال الميكروبيوم او البكتيريا الحيويه، كل ده بيتخلق من الحبوب او البذور الكامله. اوكي. عندنا كمان بعد كده ال احنا في معانا الاثنين دول كمان غير البذور والبقول كده، جبنا القريش ودي طبعا دي زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني دول ايه بقى؟ الكلام ده انتشر مؤخرا ان بقى في اماكن كمان بتعمل لك زبده الفول السوداني بشكل دايركت وانت موجود، عشان تكون ضامن ان ما فيش عليها اي اضافات لزيوت مهدرجه. فبنتكلم في قيمه غذائيه عاليه جدا، سعرات حراريه مش عاليه، ممتازه كمان بنستخدمها مع اولادنا الرياضيين، لان حاجه من الحاجات اللي بتديله نسبه بروتين ودهون صحيه وبرضه فيها نسبه كرب، وبالتالي تديله اداء رياضي افضل وتديله كمان استشفاء عضلي افضل. في نفس الوقت الناس اللي هي بتعمل دايت سهل انها تاخدها كوجبه، سواء وجبه فطار او وجبه عشاء على توست. وكمان من الحاجات المهمه ان احنا زبده الفول السوداني نتيجه عمليه الطحن اللي بتتم فيها، فبالتالي بتبقى عمليه امتصاصها بتكون اسهل وافضل. ومع الزيوت او الدهون الصحيه اللي فيها بتخلي المؤشر السكري بتاعها قليل، يعني ما ترفعش سكر الدم بسهوله، وبالتالي ما تزودش الوزن على عكس ما كانت الناس فاهمه. صحيح. وعارف حاجه زي كده. طب والقريش؟ الجبنه القريش طبعا يعني ده عشق الدايت، الناس كلها عارفه الكلام ده، في ناس بس بتعترض على طعمها، ولكن احنا قلنا كتير عادي، حط عليها اي اضافات من الخضار، تحط عليها فلفل حراق لو بتحب، تحط عليها طبعا زيت زيتون، حط عليها زعتر. ميزه الجبنه القريش هو اخر منتج خالص بيطلع من اللبن يا شيرين، يعني بعد خلاص اللبن ما يتاخد منه كل الخير، يتاخد منه القشطه بتاعته ويتعمل السمنه البلدي والزبده وهكذا، اللي بيتبقى من الكلام ده كله بقى الانسان من قديم الازل عملوا جبنه اللي هي الجبنه القريش، وبالتالي صحيه جدا، سعرات حراريه قليله، بروتين محترم جدا جدا، فيتامينات ومعادن محترمه كمان، فيها بوتاسيوم وفيها كالسيوم وفيها مغنيسيوم من الحاجات الممتازه. البطاطا، البطاطا طبعا دي حكايه، يعني خصوصا البطاطا الحلوه او السويت بوتيتو ديت، برضو زي ما احنا قلنا فيها نسبه بروتين بالرغم ان هي بنعتبرها من الخضروات النشويه. طيب. وهي حاجه من الحاجات اللي بترفع الوزن لو خدناها اكتر من احتياجات جسمنا، ولكن متوسط واحده في اليوم. وبننصح بها كمان جدا الناس اللي هم الرياضيين او اللي هم اولادنا اللي بيلعبوا سباحه او بيلعب اي لعبه رياضيه سواء جماعيه او منفرده، دي لو قبل التمرين بنص ساعه حاجه من الحاجات اللي بترفع الطاقه، بتديله باور، تديله طاقه عاليه جدا، نسبه البروتين اللي فيها محترمه. احنا قلنا قبل كده اي حاجه واخده اللون اللي هو قريب للاورنج بتاع البطاطا. أيوة. يبقى فيها فيتامين اي اللي هي البيتا كاروتين، فيتامين اي بشكل عالي زي البطاطا وزي المشمش وزي الجزر، فبالتالي فيتامين اي ده مناعه وصحه نظر وصحه جلد وبشره، ومن الحاجات اللي تديني سعرات حراريه برده مش عاليه قوي، يعني هو المؤشر السكري بتاعها مش عالي. طيب. وفي نفس الوقت تقدر تديني قيمه غذائيه عشان البروتين اللي فيه. ايه الحاجات اللي نخلطها مع بعض فتعوض لي البروتين الحيواني؟ حضرتك قلت في حاجات اخلطهم مع بعض يكملوا بعض. من الحاجات الجميله طبعا حاجه زي حمص الشام،
وبيتحط عليه دلوقتي زي ما احنا قلنا حاجه زي بذور القنوة، يعني الناس بتعمل حمص الشام وتحبسها وتعمله سلطه او تعمله حتى المشروب بتاعنا يتحط عليه معلقه بذور قنوة. طبق السلطه بتاعنا لو اتحط عليه معلقه بذور قنوة وتحط عليه زيت الزيتون وتحط عليه معلقه بذور شيا وتحط عليه كذلك ذره اصفر، على فكره من الحاجات برضو الممتازه اللي فيها نسبه بروتين كويسه وهي حبوب من الحبوب الكامله، ده يقدر يديني خلائط على بعضيها ان انا اقدر اخد فايده مركبه من اكتر من مصدر من مصادر البروتين النباتي وبالتالي يعوض غياب البروتين الحيواني. وده الخليط ده اعمله كم مره؟ يعني لو انا هاخد بروتين حيواني مره او مرتين في الاسبوع اقدر اعتمد على البروتين النباتي والخليط ده كم مره؟ الميزه ان انا اقدر اعتمد عليه يوميا 20 حتى انا باخد البروتين الحيواني، يعني لو البروتين الحيواني الحمد لله متوفر باستمرار على السفره اليوميه خصوصا في وجبه الغداء بتاعتي او وجبه فطار، البروتين النباتي ما فيش تعارض لان ميزه البروتين النباتي يعني بتبقى نسبه البروتين فيه مش عاليه قوي، وبيكون بقى معاه عناصر ثانيه والالياف اللي فيها زي ما اتفقنا عشان صحه الجهاز الهضمي بالاضافه للمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك ونسبه حديد ممكن تكون موجوده ولكن بقدر اقل شويه، ولكن هي متوفره في البروتين النباتي. وهنا هنرجع تاني لتوازنيه الطعام. اللب السوري بالمناسبه يعني عشان ده دوره ايه بقى؟ طبعا عشان ناس كثيره يعني بتقول ده بيخسس وبتاع، طبعا هو اللب السوري او اللي احنا بنسميه لب عباد الشمس او دوار الشمس من الحاجات الممتازه، في نسبه بروتين محترمه، في دهون صحيه محترمه، في كمان حاجه كويسه جدا حاجه اسمها جليسرين اللي احنا بنستخدمه ده 20 ده ايه بقى؟ وبالتالي موجود فيه بشكل طبيعي وبالتالي بيحافظ على صحه الاسنان جدا فعلا. فبالتالي ان انت تاكل لب سواء اللب اللي هو الابيض اللي احنا بنسميه اللي هو اللب القرع ده او اللب السوري من الحاجات الصحيه، ولكن تكون محسوبه، يعني الناس بقى اللي عامله دايت وبتاكل، لا في ناس بتجيب اكياس وبتقعد بيها على طبعا ما يقعدش ياكل 2 كيلو على ما يخلص الماتش، ويكون مش مملح ولا عادي؟ دي نقطه مهمه جدا لان دايما طريقه يعني تجهيز اي حاجه من الحاجات اللي ربنا خلقها بتفرق في قيمتها الغذائيه، لا تحافظ عليها لا تضيعها لا قدر الله. فاللب يكون لب متحمص عادي مش مشكله، بس يكون مش مملح عشان الملح بتاعنا. ودلوقتي بقى في لب موجود جاهز يعني متقشر جاهز، بس برضه ناخد بالنا من الكميات يعني. لا والله موجود جاهز، بس الواحد لو جاب جاهز ممكن ياكل كيلو فان هو قاعد ما ياخدش باله يعني على ما يتحرك في العربيه ولا حاجه. فبرضه دي من الحاجات الكويسه جدا. من الحاجات برضه الممتازه ومش موجوده على الراوند تيبل اللي هو فول الصويا، وطبعا داخل في حاجات كتيره جدا، داخل في صناعات كتيره جدا، داخل حتى في تصنيع بعض اللحوم عشان كده بيضيفوه على في برجر الفول الصويا وبيدخل على البرجر اللحوم العاديه او برجر الفراخ. طب ده صحي ولا ممكن، عشان كانوا بيقولوا ان ممكن يعمل مشكله في الهرمونز؟ بالظبط. هو صحي جدا جدا للسيدات لانه غني بالاستروجين. أيوة. فالناس اللي عندها لخبطه هرمونات او هرمون الاستروجين عندها قليل شويه فبناخد فول الصويا بشكل يومي. لكن الشباب لا. الناس اللي هي الحمد لله ما عندهاش كل هرموناتها والدنيا عندها مظبوطه كفايه علينا متوسط مرتين في الاسبوع ما فيش فيها مشكله. بالنسبه للرجاله اقصى حاجه مره في الاسبوع، وطبعا فول الصويا داخل منه حاجات كتيره، في منه حليب الفول الصويا وفي صحيح. حاجات اكلات بقت موجوده في مصر دلوقتي احنا كنا بنتكلم عليها التوفو وبعض الحاجات اللي موجوده اللي هي بتبقى داخل فيها حليب فول الصويا في تصنيعها يعني. تمام. ففول الصويا برضو من الحاجات الممتازه وقيمته الغذائيه عاليه والبروتين فيه محترم. من الحاجات برضو الممتازه يا شيرين موضوع المشروم، طبعا الناس كلها عارفه ان المشروم منتشر أيوة. الفتره الاخيره وان هو غني بالبروتين، ولكن من الحقيقه المهمه ان المشروم أيوة. ما فيش فيه بروتين كتير قوي، ولكن هو غني بالاحماض الامينيه الاساسيه.